وبقاش كتقرا وكتدخل هذا اذا اقتربت من اقتربت من الاطار ليس من الاطار ماذا تسمى هذه عريضه افقيه اذا اعطينا مثال يلا اقرا لي احسن ممتاز شي بالابهام بغينا صفر شنو خصنا نديرو اش كنسميو ديك العمليه صفر ممتاز ديري لي خمسه ممتاز دني لا ديري في الابهام اللي هذا بثلاثه ممتاز كان ممتاز عشره قلنا خمسه العليا بقيمه خمسه لما كتبش خمسه غير بغيت عشره